حصريا مرحبا بالضيوف ومرحبا بالحضور عد وبلا المخايل وعد امزانها حصريا غازي رحب وحيا والمباخر تدور عند راع الجمايل وعند عنوانها حصريا على استديو الابداع الفني لطلب الشيلات أو الزفات على الاتصال 0537 يا هلا ومرحبا ترحيب عود وبخوض والرياح انت بعد طيب نسناسها غازي رحاب وحيا والمباخر تدور عند راع الجمايل وعند عنوانها غازي الليلة والله بضيوفه فخور ودي للمضغمة والهيل بألوانة إيه الله أجزال علينا العطايا الكثير رزقنا أحلى الوهايب بل بالأحزانة إيه هذا اسمه وهلت زادت النور نور والكرم ورذبوها ورد عمانها باسم عمانها نرحب بمن جاي يزور هالكرامة اللي نتشرف سعد فالعزر ما هم عذور جعلي نعم بدار الخلد ورضوانها احنا اهل المروة واهل راي وشور كاسبين الشهامة في مضامينها احنا اقبل الطيف يلقى الاهتمام الكثير عندنا الطنا خلي الكرم شانها مرحبا عندي ما شمس تشعشع بنور والقصايد تشعل النار حصريا على استديو الابداع الفني لطلب الشيلات او الزفات على اتصال 0537 ودي للمضغمة والهيل بألوانة إيه الله أجزال علينا العطايا الكثير رزقنا أحلى الوهايب بل من أحزانها إيه هذا اسمه وهلت زادت النور نور والكرم ورذبوها ورد عمانها باسم عمانها نرحب بمن جاي يزور هالكرامة اللي نتشرف اسمه وطلت مثل شمس البدور والكرم والشهامة صيت جدانها احنا ذكرنا الشهامة غير وفي الشبور وارثنا المراجل عبر ازمانها كان يمزع سعد فالعزر ما هم عذور جعلي نعم بدار الخلد ورضوانها احنا اهل المروة واهل راي وشور كاسبين الشهامة بالشيرات او الزفات الاتصال الكبير عندنا الطنا خلي الكرم شانها مرحبا عندي ما شمس تشعشع بنور والقصايد تشعل النار قيفانها حصريا على استديو الابداع الفني شكرا لاختياركم استديو الابداع الفني دامت افراحكم.